بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين أيها الحفل الكريم. نجدد بكم التحية والترحيب ونلتقيكم مرة أخرى مع اندفاعات سن المفاريد وأشواط السرعة والمفاجآت بداية مع المركز الأول والصدارة الأولى. هنا مهلي ونرحب بهذا الشعار، يتقدم محمد بن مبارك بن زاهرة مع مهلي مع المركز الأول والصدارة الأولى، بينما المركز الثاني هنا من يتقدم وصل عباس وخالد بن راشد المري من يتقدم مع المركز الثاني. ثالث الأسماء متابعين الكرام يصل شاهين وعبد العزيز بن جاسم الكواري من يتقدم. رابع الأسماء والتحديات يصل مستحيل وراشد بن حمد القوز من يقدم مستحيل. وهذه الرياضة التي لا تعرف المستحيل يا أخوي يا القوز، تقدم مع المركز الأول مع الصدارة الأولى مع شاهين مع عبد العزيز بن جاسم الكواري. من يتقدم مع الأربعمية متر الأخيرة؟ من يتقدم؟ الكواري والعصا في الأبطان والعصا قوس قوس يا الكواري قوس مع الناموس يتقدم الكواري. متابعين الكرام والميتين متر الأخيرة يقدم لنا شاهين، يقدم لنا هذا الشعار المتألق عبد العزيز بن جاسم الكواري. من قدم لنا شاهين والعصا في الأبطان؟ تهانينا له الناموس على الفوز بالمركز الأول. المركز الثاني كان الوصول من مهلي ومحمد بن مبارك بن زاهرة. المركز الثالث عباس وخالد بن راشد بن مثيب المري. التوقيت الزمني لحظة الوصول 2:11:87 جزء من الثانية.